المحكمة الإدارية العليا أجلت أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للثاني والعشرين من الشهر الجاري للاطلاع والرد وتقديم المستندات. في سياق آخر، أوصت نيابة النقد برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومساعديه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين على حكم حبسهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحاد، وطالبت بتأييد عقوبة سجنهم في القضية. مصدر أمني